بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في مقرر الأساليب الكمية، وأولى حلقاتنا النهاردة في المقرر معاكم دكتورة ولاء مجدي. إن شاء الله أتمنى لكم رحلة موفقة مع شرح هذا المقرر. خلينا نتكلم في البداية عن المقرر بتاعنا وعن يعني إيه أساليب كمية. المادة دي من اسمها أساليب كمية quantitative methods، بالتالي هي بتتطلب مننا إن إحنا نستخدم أساليب كمية، يعني نستخدم رياضيات وإحصاء وبعض المفاهيم الرياضية. يبقى المقرر بتاعنا هو عبارة عن دمج ما بين علم الرياضيات وعلم الإحصاء. عشان كده أعزائي الطلبة والطالبات، قبل ما نبدأ هنقدم بس بعض الإرشادات والنصائح عشان نعرف نتعامل مع هذا المقرر بسهولة ويسر إن شاء الله. بداية يرجى من حضراتكم ان احنا نتابع الحلقات لشرح المقرر، وبإذن الله هتلاقوا الحلقات كلها موجودة مع حضراتكم على القناة، وايضا في تطبيقات عملية على كل شابتر هناخده بإذن الله. احنا معانا 6 شابترز او 6 فصول، كل فصل بيكون فيه تطبيقات عملية وفي اكتر من نوعية من المسائل. ان شاء الله دي هتكون ليها فيديوهات منفصلة وتكون سهلة وميسرة لحضراتكم بإذن الله. عشان كده بنصحكم في البداية ان احنا نسمع الحلقات بشكل جيد ونبدأ نكتب الملاحظات من خلال يعني عملية السمع، ويكون معانا دفتر خاص بالمقرر عشان كل يعني نوعية مسائل نبدأ ناخدها تسجلوها عند حضراتكم وتبدأوا تمارسوها دايما. بعد كده بنحاول ان احنا نفرغ كل حلقة ونشوف الملاحظات اللي اتقالت ونسمع الحلقة اكتر من مرة، و فقط اتباع الخطوات دي هيكون الأمور إن شاء الله سهلة وبسيطة. خلينا نتكلم شوية قبل ما ندخل في الفصل الأول النهاردة عن الأساليب الكمية في الإدارة. الأساليب الكمية في الإدارة هو الحقيقة موضوع واسع جدا، بيتضمن زي ما ذكرنا الإحصاء والرياضيات وتطبيقات لبعض النماذج الرياضية والإحصائية. طبعا فيما يتعلق بطلبة الإدارة، وإحنا كلنا طلبة إدارة بتخصصاتنا المختلفة، والمشكلات الإدارية اللي بيواجهها مثلا متخذي القرارات والعاملين في مجال الإدارة، ممكن إن هم يستخدموا العديد من هذه النماذج الكمية. عشان كده المقرر ده يعني مهم جدا جدا لكل طلبة الإدارة. ولما نقول نماذج كمية بتكون أوسع من إحنا نقول نماذج رياضية، يعني كلمة كمية أوسع من رياضية، لأن النماذج الرياضية هي جزء من النماذج الكمية، وبالتالي كلمة النماذج الكمية بتتضمن النماذج الإحصائية والنماذج الرياضية وكمان التطبيقات اللي عليهم. عشان كده بنستخدم يعني المفهوم الخاص بـ quantitative method، وأحيانا كمان بنستخدم حاجة اسمها نماذج غير كمية. نماذج غير كمية ابتداء لما بتواجهنا مثلا ظاهرة بتمتاز بالغموض أو عدم الوضوح، وعايزين نفسر الظاهرة دي أو نعالج المشكلة دي في مجال تخصصنا في مجال الإدارة أو في وضع معين، هنا بنستخدم ما يسمى بالنماذج. كلمة نماذج هي طبعا مفرد لكلمة نموذج model. ده ممكن يتضمن نماذج كمية quantitative أو نماذج غير كمية qualitative، زي مثلا رأي الخبراء أو رأي المدراء إلى آخر. طبعا النماذج غير الكمية بتخضع هنا للحكم، بتخضع لي يعني آراء الأشخاص اللي بيتعاملوا في هذا الموضوع. عشان كده مقدار التحيز هيكون واضح إلى حد كبير حسب بقى طبعا قناعة الأشخاص القائمين على تطبيق هذه النماذج الغير كمية. إنما في النماذج الكمية quantitative methods بما فيها النماذج طبعا زي ما ذكرنا، نماذج رياضية ونماذج إحصائية وتطبيقاتهم المختلفة، هنا بقى بنعتمد فقط على الأرقام. بيتم الاعتماد في النماذج الكمية على الأرقام، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن الأرقام هي أقرب إلى الحقيقة fact منها إلى الحكم الشخصي. وبالتالي مقدار التدخل أو التحيز من قبل القائم على عملية التحليل هيكون هنا محدود. عشان كده دايما بيحاولوا ان هم يستخدموا النماذج الكمية عن النماذج الكيفية، تمام، او اللي بنقول عليها غير كمية. هي الكيفية هي بمعنى الغير كمية، لكن
بالرغم من كده، في بعض الظواهر والمشكلات اللي ممكن تواجهكم في مجال عملكم بتحتاجوا ان انكم تتبعوا وتجمعوا ما بين الاسلوبين مع بعض، نماذج كمية ونماذج غير كمية، quantitative وqualitative. لكن اللي بيميز هنا النماذج الكمية زي ما ذكرنا ان درجة صدقيتها عالية جدا، درجة المصداقية بتاعتها عالية جدا، وبالتالي مقدار ما يعتمد عليها نوعا ما مقارنة بالكافية بيكون أكبر. لكن طبعا زي ما ذكرنا لا يوجد مانع من احنا نستفيد من مميزات الطرق الكيفية بجانب الطرق الكمية. في النهاية بنلجأ لتقييم البدائل المطروحة واختيار البديل الأمثل، وده إن شاء الله اللي هنتطرق ليه أثناء إن شاء الله شرح هذا المقرر. هيكون قدامنا بدائل كتيرة وعلينا نتعلم إزاي نختار ونتخذ القرار السليم ونختار البديل الأمثل. خلينا في الأول قبل ما نبدأ مع بعض شابتر 1 اللي فيه مقدمة عن الأساليب الكمية نعرف معنى الأساليب الكمية، يعني لما يقول لي يعني إيه أساليب كمية. أساليب كمية بتستخدم من أجل إلقاء مزيد من الضوء والفهم الأكثر لظاهرة معينة أو مشكلة معينة بتواجه المدراء أو الإداريين عشان تساعدهم من أجل مساعدتهم في اتخاذ القرار بناء على تحليل النماذج الرياضية وغير الرياضية اللي بتتضمنها الأساليب الكمية. من الاسم الأساليب الكمية زي ما ذكرنا هي أقرب إلى المصداقية، فبنقول هي أقرب إلى العقلانية وأقرب إلى ما يسمى بالعلم، أي النظرة إلى الإدارة كعلم. إذن المدارس العلمية للإدارة أو بنقول عليها المنظور العقلاني في الإدارة والنظر الإدارة كعلم، كل ده بيتماشى مع الأساليب الكمية للإدارة. تعالوا نكتفي بهذا القدر من التوضيح يعني ايه اساليب كمية. حبيت ان في البداية يكون في كده توضيح يعني ايه اساليب كمية وليه احنا بندرسها، ونبدأ مع بعض ان شاء الله اول فصل معانا في مقرر quantitative method الاساليب الكمية. وزي ما ذكرت لحضراتكم ان شاء الله هتكون معانا حلقات شرح كل فصل، احنا معانا 6 فصول بالاضافة الى فيديوهات جانبية، كل فصل عليه مجموعة من المسائل ومجموعة من التطبيقات بنبدأ نحلها في فيديوهات منفصلة. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في شابتر 1. نبدأ مع بعض إن شاء الله بشابتر 1 بنتكلم فيه عن مقدمة في الأساليب الكمية Introduction to Quantitative Method. دي أهم النقاط اللي إن شاء الله هنستعرضها مع بعض في شابتر 1 بإذن الله. هنتكلم عن الـ Body of Knowledge، نتكلم بسرعة كده عن يعني إيه أساليب كمية، وبعد كده هنتكلم على الـ Problem Solving والـ Decision Making، بعد كده هنتكلم على التحليل الكمي واتخاذ القرار رقم 3، رقم 4 هنتكلم على التحليل الكمي Quantitative Analysis، ورقم 5 هنتكلم على هنا تطبيقات، وهي دي النقطة الأهم عندنا هنا في الشابتر اللي عليها تطبيقات عملية ومسائل، هنشوف بعض التطبيقات على الـ Quantitative Method. هنبدأ نتعرف على أول نقطة، ويمكن إحنا في بداية المحاضرة دردشنا شوية عن الأساليب الكمية في الإدارة، فهنا بيقول لي الـ Quantitative Method for Business، الأساليب الكمية في البيزنس. هنا بنقول إن هي بتنطوي على مناهج زي ما ذكرنا عقلانية لاتخاذ القرارات، زي ما ذكرنا إن الـ Quantitative هي أرقام، بنستخدم رياضيات، بنستخدم إحصاء، بنستخدم التطبيقات بتاعتهم، فهي أرقام فهي أقرب إلى الفاكت أو الحقيقة، ومن خلال هذه النتائج بنبدأ نتخذ القرارات على أساس سليم إن شاء الله. فهنا بنتكلم على الـ Quantitative Method for Business involve relation approach to decision making based on the scientific method of problem solving. النقطة الثانية هنا بيكلمني عن إن ما يشار إلى مجموعة المعرفة بتسمى بعلوم الإدارة أو بحوث العمليات، يعني في بعض المقررات بيكون لها اسم تاني مختلف هو اسمها بحوث العمليات، برضو بتدرس النماذج أو الأساليب الكمية أو بيقولوا عليها علم القرارات، فهنا ممكن نلاقيها بأكتر من مصطلح، وناخد بالنا من الجزئية رقم 2 دي لأن ممكن تجينا في أسئلة true or false، فهنا الأساليب الكمية ممكن تكون بمعنى آخر زي management science أو operation research أو decision science.
كمان بيكلمني هنا النقطة الثالثة عن بداية ظهور الكوانتيتيف ميثود أو الأساليب الكمية، كان لها جذور مبكرة قوي وبدأت تظهر في الحرب العالمية الثانية، وبدأت تزدهر قوي وتظهر بشكل واضح في قطاع الأعمال في البيزنس وفي الصناعة عندي بمساعدة طبعا الأجهزة الكمبيوتر. النقطة الثانية معانا في شابتر 1 بنتكلم فيها على البروبلم سولفينج والديسيشن ميكينج، بنتكلم فيها عن حل المشكلات واتخاذ القرارات. هنا الخطوات اللي معايا عشان نبدأ نعرف ازاي احل مشكلة، والخطوات دي مهمة جدا 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 لأي صانع قرار او متخذ قرار، ولازم تكون بالترتيب. يعني ما ينفعش ابدأ النقطة او الستيب رقم 5 قبل ما ابدأ رقم 2 او 1، لازم الخطوات دي تكون بالترتيب. خلينا مع بعض نشوف خطوة خطوة وناخد بالنا ان يعني يمكن الخطوات دي ليها علاقة مباشرة بشابتر 2 الشابتر اللي جاي ان شاء الله. وبعد ما نشوف الخطوات دي هبدأ اقول لكم مثال بسيط قد ايه احنا لما نكون يعني في عمل ممكن ان احنا طبعا يعني لازم هنتخذ هذه الخطوات، وعشان كده لازم زي ما بقول لكم لازم نكون عارفينهم بالترتيب. اول خطوة معانا هو ان انا ببدأ احدد المشكلة بتاعتي. نمبر 1 ابدأ اعرف واحدد البروبلم اللي انا واقفة عليه، انا مشكلتي ايه بالظبط عشان اقدر افكر وابدأ احل. خطوة نمبر 2 او ستيب نمبر 2 هو determine the set of alternative solution، ابدأ احدد الحلول البديلة. طيب انا عندي مشكلة، في حل ليها؟ ممكن يكون في حل، في اكتر من حل، ايه هي الحلول البديلة اللي قدامي؟ فابدأ احددها. ستيب نمبر 3 بنتكلم عن هنا بحدد معايير تقييم البدائل. طيب انا دلوقتي عندي اكتر من سوليوشن واكتر من alternative solution، في بدائل حلول بديلة. طيب ابدأ اعمل لها evaluation، ابدأ اقيمها، هل هتناسبني ولا مش هتناسبني، هتسعفني في حل المشكلة ولا لا، هل هيكون فيها كوست عليا زيادة ولا لا. نمبر 4 ستيب نمبر 4 عندي هو ان انا بعمل تقييم للبدائل، يعني انا حددت وقيمت، ابدا بقى اعمل ايفالويت للالترناتيف دي. ونمبر 5 هنا ببدا اختار بقى، هنا تشوز ان الترناتيف، ببدا اختار البديل المناسب ليا. نمبر 6 بعمل هنا تنفيذ البديل المختار، خلاص انا اخترته وعملت تشوز، ابدا بقى في نمبر 6 ابدا اعمل له تنفيذ. ورقم 7 بعد ما خلصت الحمد لله كل الست خطوات بتاعتي، ابدا اشوف الريزلت اللي هتطلع من نتيجه حل المشكله دي، اعمل لها ايفالويشن او ايفالويت ذا ريزلت، تقييم للنتائج. الخطوات دي زي ما ذكرت مهمه جدا لاي متخذ قرار يبدا يتبعهم بالترتيب. طب يعني ايه المشكله؟ خلينا نقول مشكله كده ونوضح. يعني انت لو عاملة ايفنت مثلا في مكان، او حضرتك عامل ايفنت في اي مكان واخترت مثلا اوتيل او مكان معين هتعمل فيه الفعالية بتاعتك، وليكن نقول اسبوع مثلا للفاشون، او هتعرض معروضات انت عاملها، فبتختار مكان معين وبتقول للناس يا جماعة وعملت دعوات خلاص ودعيت الناس لوقت معين يبدأوا ان شاء الله ييجوا فيه عشان يبدأ يحصل الايفنت. وانت قبل الفعالية وقبل الايفنت ده بدأت تعملي زي بروفا، تبدأي تشوفي المكان مناسب، الحركة الناس الديزاينر او الناس اللي هتبدأ تعرض الفاشن اللي موجودة عندك ده او الازياء اللي عندك هيعرضوها ازاي، فبتبدأي تعملي بروفا. فلاحظتي قبل بداية الايفنت ان العارضات وهم ماشيين مثلا بدأوا يتزحلقوا على ارضية المكان اللي هيعرضوا عليه. طب دي مشكلة كبيرة، أعمل إيه؟ وأنا خلاص الموعد بتاعي الخاص بالفعالية بتاعتي فاضل لها مثلا 48 ساعة 24 ساعة، وقت قليل جدا، وأنا أوريدي دعيت الناس وعملت كل حاجة. فبتبدأي تفكري في عدة بدائل، دي اللي احنا اتكلمنا عليها في نمبر 2 نمبر 3 تمام في الخطوات. لإما مثلا هقول هغير الأوتيل، طيب هجيب عمال يصلحوا بسرعة، طيب أأجل الموعد، كل بديل من دول ببدأ أشوف هياخد مني وقت وتكلفة قد إيه، هل هيسعفني ولا لأ. يعني مثلا لو غيرت مكان الأوتيل ده ممكن ياخد لي أكتر من أسبوع قبل ما أشوف مكان تاني وأبدأ أحضر له وأبدأ أعمل كل الترتيبات اللي أنا كنت عاملاها في المكان الأول. طيب لو عمال هجيبهم هياخدوا وقت؟ ممكن ما ياخدوش وقت، طب أأجل الموعد،
طب الموعد هأجله، يبقى هأطبع دعوات تانية وهبلغ الناس مرة تانية، يعني فيها عملية كبيرة جدا. فببدأ أشوف إيه البديل المناسب ليا اللي ما يخسرنيش، وبعد ما أخلص ده كله أعمل بقى evaluation أو evaluate، أقيم من خلال إيه؟ إن أنا أعمل بروفة تانية بعد مثلا ما جبت عمال وصلحوا المكان، وأبدأ أشوف النتائج هتكون كويسة ولا لأ. ده مثال صغير لعملية البروبلم سولفينج والديسيشن ميكنج، وإن شاء الله يعني أثناء المقرر هناخد أكتر من أمثلة تطبيقية بقى وعملية، إن إحنا نشوف قدامي مشكلة وعندي أكتر من بديل، وده يمكن هيظهر أكتر ويتضح أكتر في شابتر 5، هيكون عندي بدائل وإمتى أختار البديل المناسب ليا بطريقة كمية وعقلانية بطريقة الأساليب الكمية. نقطة رقم 3 عندنا في شابتر 1 بنتكلم فيها عن التحليل الكمي واتخاذ القرارات الـ Quantitative Analysis والـ Decision Making. فهنا بيقول لي إيه الأسباب المحتملة عشان نبدأ نتخذ هذا المنهج اللي هو التحليل الكمي في اتخاذ القرار، يعني ليه بستخدمه بشكل كبير أو بعتمد عليه وبيفضل للناس المدراء. أول حاجة، لو أنا عندي المشكلة complex، البروبلم بتاعتي is complex، معقدة، مشكلة معقدة جدا ومش عارفة أعمل فيها إيه، أو إن تكون البروبلم بتاعتي is very important، مهمة أوي أوي أوي، أنا محتاج، أنا دلوقتي في كارثة أعمل إيه ومحتاج حد يسعفني بشكل سريع. كمان ممكن تكون عندي المشكلة new، جديدة، أول مرة أتعرض ليها، أو إن المشكلة تكون متكررة، يعني كل شوية بتحصل، يعني مش شرط بس تكون جديدة، لا، ممكن تكون كمان المشكلة كل شوية بتحصل معايا. فمرة تانية بنقول أنا هنا إيه الأسباب اللي أنا بتبع فيها الـ Quantitative Analysis أو التحليل الكمي وطريقة الـ Decision Making، اتخاذ القرارات، إن الـ Problem تكون Complex، معقدة، أو Very Important، مهمة جدا، أو New، جديدة، أو تكون متكررة. نقطة رقم 4، هنبدأ هنا نتكلم على التحليل الكمي الـ Quantitative Analysis، وهنا هنبدأ عندنا عملية التحليل الكمي في أكتر من موديل. في عندي موديل الـ Development أو نموذج التنمية، في عندي بعد كده إعداد البيانات Data Preparation، وفي رقم 3 عندي الحل النموذجي الـ Model Solution اللي أنا عاوز أستخدمه، وده يمكن هنبدأ نشوفه بشكل كبير إن شاء الله في شابتر 2، إيه هو أفضل نموذج وأفضل حل، وبعد كده تقرير الجيل. ما زلنا في نقطة رقم 4، وهنبدأ نتعرف على نموذج خدناهم في السلايد أو الشريحة اللي فاتت. أول نموذج معانا هو Model Development أو نموذج زي ما ذكرنا التنمية، وبنقول إن هنا كلمة Models، نخلي بالنا من السلايد دي عشان مهمة، بيجينا برضو أسئلة عليها في True or False كتير. بنقول هنا إن Models أو النماذج هي تمثيل لكائنات أو مواقف حقيقية، تمثيل لكائنات أو مواقف حقيقية، وعندي هنا ثلاث أشكال من النماذج، 3 forms of models، مهمة جدا إن احنا نبقى عارفينهم. حاجة اسمها iconic، analog، وماثماتيكال اللي هي الرياضية، الحاجات الرياضية ماثماتيكال. تمام، أول حاجة نتعرف على الايكونيك موديل أو النماذج الأيقونة، دي بنقول عليها دي نسخ متماثلة مادية أو تمثيلات عددية لكائنات حقيقية. يعني ايكونيك زي مثلا طلبة كليات الطب لما بيجوا يدرسوا عايزين يشوفوا جسم الانسان ده فيه ايه بالظبط ويبداوا يشرحوه ويعملوا، ما بيجيبوش يعني جثة حقيقية ويبداوا يدرسوا عليها، لا، بيكون عندهم اشكال او جسد صناعي مش انسان طبيعي. تمام، الموديل الثاني اسمه انالوج او اللي بنقول عليها النماذج التناظرية، دي بتكون نماذج مادية في الشكل لكن لا تشبه فعليا الكائن اللي بيتم تصميمه. اخر جزئية ودي الاهم بالنسبة لنا في مجال البيزنس، هو ده اللي بيختص او يعني احنا بنهتم بيه في مجال البيزنس، اللي هو الماثماتيكال موديل اللي هي النماذج الرياضية، وناخد بالنا عشان دي بتجينا كتير في الـ MCQ او في الـ True or False. بنقول هنا ان النماذج الرياضية دي بتمثل مشاكل العالم الحقيقي من خلال نظام بنقول عليه نظام الصيغة والتغييرات الرياضية بناء على الافتراضات الرئيسية او التقديرات او التحليلات الاحصائية. تمام، مرة تانية، النموذج الثالث ده هو ده الاهم بالنسبة لنا في مجال البيزنس.
وده يمكن اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه من أول النهاردة لحد آخر شابتر معانا في المقرر على هذه النماذج الرياضية. طيب خلينا برضو نرجع تاني لنماذج الانالوج أو النماذج اللي احنا قلنا عليها النماذج التناظرية دي. زي ايه؟ هي بنقول عليها بتبقى شكل حقيقي ومش حقيقي في نفس الوقت. زي مثلا لما باجي أعمل مخطط للعمارة وأجي أعمل مخطط لشبكة الكهرباء في شقة أو في عمارة معينة، فدي بنقول عليها انالوج مودلز. إنما النماذج الرياضية اللي هي جايه من الماث ماثيماتيكال دي بنقول لما نيجي مثلا نبدا نصيغ عندي داله الاستهلاك وداله الدخل وابدا احطهم في موديل معين والانفاق والى اخره، ببدا احط موديل رياضي، هو ده اللي بنقول عليه النماذج الرياضيه. وزي ما قلنا ان احنا ان شاء الله هنركز عليها في دراستنا للاساليب الكميه. ومره تانية بقول لكم ان الجزئيه دي الاساليب النماذج الرياضيه مهمه جدا، لان دايما بتيجي عندنا في اسئله الام سي كيو او الترو اور فالس. ما زلنا في موديل ديفلوبمنت، وعايزين هنا نتعرف على مميزات الادفانتج للمودلز دي. ايه هي مميزات النموذج ده؟ وبرده هنا المميزات الثلاثه اللي معانا مهمين جدا 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 دايما بنسال عنهم. فهنا بنقول ان النموذج ده يعني دايما بيحفز او يعني بيفضل ليه؟ ايه هي مميزاته؟ اول حاجه ان هو less time، بيتطلب وقت اقل، كمان less expensive، اقل تكلفه، وده يعني طبعا اهم حاجه في البيزنس ان احنا يبقى عندنا اقل وقت واقل تكلفه، وكمان less risk، اقل مخاطر. يبقى مره ثانيه النموذج بتاعنا الاول اللي احنا بدانا ندرسه اللي هو الموديل ديفلوبمنت، ايه هي مميزاته الادفانتج بتاعته؟ less time، less expensive، و less risk، اقل وقت واقل تكلفه وكمان اقل مخاطر. فعشان كده بيفضل استخدامه. بنقول ان تجربة النماذج دي مقارنة بتجربة الموقف الحقيقي زي ما قلنا دي اهم المميزات بتاعتها. ومرة تانية مهمة جدا جدا مميزات هذا النموذج. ما زلنا في النموذج الاول اللي هو الموديل ديفلوبمنت، والنموذج بالتحديد النماذج الرياضيه اللي فيه. ويمكن زي ما ذكرت في بدايه المقدمه في يعني فيديو النهارده وانا بكلمكم على الاساليب الكميه في البيزنس وليه احنا دايما يعني بنحاول نعتمد عليها بشكل اكبر من اي اساليب اخرى، طالما بتكلم في بيزنس يبقى بتكلم على حاجتين مهمين جدا انا دايما بحطهم في بالي طالما انا بتكلم في بيزنس، ان انا اعظم ارباحي واقلل التكاليف، يبقى ماكسمايز للبروفيت واقل حاجه مينيمايز للكوستس، هو ده اللي بسعى ليه دايما. طيب ليه بقى بندرس الاساليب الكميه او الكيو ام؟ لان هي دي في صلب الشغل بتاعنا، هو ده في صلب البيزنس بتاعنا. ان الكيو ام اولا زي ما قلنا ان هي عباره عن نماذج رياضيه واحصائيه وتطبيقاتها وبنبدا نستخدمها، فهي اقرب الى الواقع فاكت، فهي مش معقده ابدا، وبنبدأ نخرج منها بحلول زي ما قلت لكم هنشوف معانا في خلال المقرر هيبقى عندنا ازاي مشاكل وازاي نحل هذه المشكلة ونوصل لأفضل حل من خلال الأساليب الكمية. فهنا بيكلمني في السلايد دي على اعتبارات التكلفة والفايدة الكوست والبنفيت. فهنا بيقول لي ان يجب في ان يتم في اختيار نموذج رياضي مناسب، تمام، وغالبا ما يكون النموذج ده اقل تعقيدا، أقل تعقيدا، تمام، وربما أقل دقة، أقل دقة يعني أكثر ملائمة من نموذج أكثر تعقيدا ودقة نظرا للتكلفة بتاعته وسهولة اعتبارات الحل. فعشان كده بنقول إن استخدام النماذج الرياضية واستخدام يعني الكيو إم هو الأفضل في مجال البيزنس. ليه؟ لأن هو بنحاول نوصل لأقل تكلفة ويكون سهل مش معقد وأقرب إلى الدقة. بنتكلم هنا على يعني ربط متغيرات القرار المدخلات القابلة للتحكم بالمعلومات الثابتة أو المتغيرة اللي هي بنقول عليها المدخلات غير القابلة للتحكم. بنقول هنا إن relate decision variables، والنقطة دي مهمة جدا والسلايد على فكرة ده مهم جدا جدا، تمام، relate decision variables controllable inputs with fixed or variable parameters and controllable inputs، تمام. فبنقول هنا ان بنربط متغيرات القرار او المدخلات القابله للتحكم بالمعلومات الثابته او المتغيره اللي هي المدخلات الغير قابله للتحكم. كمان بنقول في نقطه رقم 2 معانا هنا في السلايد ان كتير دايما بيسعوا لتحقيق اقصى قدر
من أو تقليل بعض الوظائف، يعني maximize أو minimize لبعض الفانكشن الموجودة عندنا لبعض الوظائف الموضوعية اللي بتخضع لقيود. طيب تعالوا بقى هنا نبدأ نفرق بين مصطلحين مهمين جدا جدا ودايما بنسأل عنهم. إيه هم المصطلحين دول؟ أول مصطلح stochastic والمصطلح الثاني deterministic. المصطلح الأول stochastic هنا ده بيتغير مع الزمن مع العوامل الخارجية، زي مثلا سعر الصرف على طول في change، تمام؟ إذا ما كانتش بقى الدولة هي مثبتة سعر الصرف، إنما في العادة سعر الصرف بيتغير طبقا لقوى العرض والطلب. النموذج الثاني أو المصطلح الثاني اللي معانا deterministic، وده بيكون حتمي لا يتغير no change، زي مثلا عشان أعمل وصفة، وصفة أكل، أو أعمل وصفة في مصنع أصنع الشوكولاتة مثلا، يبقى لازم أبقى محددة كويس جدا كام لتر حليب وكام كاكاو وكام سكر وإلى آخره، لازم بالمعايير الثابتة ما بتتغيرش. تعالوا برضو نتعرف تاني علشان المصطلحين دول دايما دايما بيجي عليهم أسئلة مهمين جدا، تمام؟ لازم نعرف الفرق ما بينهم. أول مصطلح معانا بنقول هنا إن بيقال إنه مؤشر stochastic إذا كان أي من المدخلات التي لا يمكن التحكم فيها عرضية، يعني معرضة للاختلافات، وهنا بنقول إن هي لا يقال إنها حتمية، هنا ما بتكونش حتمية، تمام؟ المصطلح الثاني deterministic اللي معانا، المصطلح الثاني deterministic اللي معانا بنقول إن هو حتمي ولا يتغير، يعني لازم كل حاجة تكون مقدرة ومعروفة بالمعايير بتاعتها وبكل شيء، تمام؟ نقطة رقم 3 بنقول هنا إن بشكل عام بيصعب تحليل النماذج العشوائية، يصعب تحليل النماذج العشوائية. والنقطة الأخيرة هنا بنتكلم بقى على قيم متغيرات القرار اللي بتوفر أو بتوفر إخراج رياضيا على إنها الحل الأمثل للنموذج، وخدوا بالكم من المصطلح ده عشان ده هيكون معانا طول شابتر 2، هنبدأ يعني نقول لحضراتكم احددوا لي هنا الـ optimal solution، optimal solution اللي هو الحل الأمثل للنموذج أو الحل النموذجي. ما زلنا مع بعض في الموديل ديفلوبمنت او نموذج التنميه، وهنا بنتكلم عن تحويل مدخلات النموذج لمخرجات، يعني ازاي الانبوتس عندي تبقى داخله موجوده معايا وتبدا تتحول بعد كده لمخرجات. هنا مديني مثلا سايل اللي هو التربه والووتر والكلايمت اللي هي المناخ والليبرز العمال، وهبدا انا هنا الكميه بتاعتي الكيو عندي هي the amount of flowers to plant، أنا هنا الكمية بتاعتي هي عبارة عن كمية من الزهور عشان أزرعها، تمام؟ هنا في الأول لو تلاحظوا يمكن مش عارفة باين لحضراتكم ولا لأ، في أسهم هنا من أول بوكس موجود عندي فوق خالص لما أتكلم فيه على الـ uncontrollable inputs اللي هو هنا بيكون عندي اللي هي العوامل البيئية، في عندي سهم منه نازل عندي للبوكس اللي تحتيه على طول اللي هي النماذج الرياضية، تمام؟ وهنلاقي هنا على اليسار في عندي اللي هي المدخلات اللي هي متحكم فيها الـ decision variables. كل المصطلحات دي إن شاء الله يعني هنبدأ ندرسها بالتفصيل أثناء ما هناخد التطبيقات العملية طول المقرر، يعني decision variables كل ده هنبدأ ندرسه. فهنا دي بنقول عليها الـ controllable inputs، فلازم نبقى عارفين الـ controllable inputs هي الـ decision variables، تمام؟ أو بتمثلها الـ decision variables المتغيرات القرار، بيبدأ طالع منها سهم، يعني عندي طالع سهم من المربع ده أو البوكس ده للنماذج الرياضية، وبعد كده في النهاية بيخرج عندي المخرجات بتاعتي اللي هي متمثلة في نتائج المشروع. يبقى أنا في البداية عندي هنا أول بوكس في الأعلى خالص أنا عندي يعني مدخلات غير متحكم فيها اللي هي زي عوامل البيئة، أنا معرفش النهاردة المناخ هيبقى عامل إيه، هيبقى فيه أمطار مش هيبقى فيه أمطار، هيبقى فيه رياح مش هيبقى فيه رياح، التربة أخبارها إيه، الجو، الكلام ده كله، فدي عناصر غير متحكم فيها أنا مش بإيدي أتحكم فيها. بعد كده بنبدأ نشوف عندي العناصر اللي أنا بتحكم فيها، يعني هجيب عمال عندي قد إيه أنا أقدر أتحكم في ده، هجيب سماد للأرض ولا مش هجيب سماد للأرض أقدر أتحكم في ده، فده بنقول عليه متغيرات القرار. بعد كده أبدأ أحطها في شكل نموذج رياضي زي ما احنا شايفين هنا مثال الكيو الكمية equal AS plus BW لاختصار الووتر plus CC لاختصار الكلايمت اللي هي المناخ plus DL اللي هي اختصار الليبرز وهكذا.
بعد كده في النهاية بيطلع عندي المخرج الـ output اللي هو متمثل في الـ project result اللي هو نتائج المشروع بتاعتي، وهنا بنبدأ يضرب عندي الكمية المطلوبة الـ Q اللي هي الكمية المطلوبة، تمام؟ أو يعني الـ Q عندي star دي اللي هي الكمية، يطلع لي في النهاية الكمية اللي أنا طلبتها واللي أنا من خلال هذا النموذج واتباع هذا النموذج الرياضي طلعت لي في النهاية. تعالوا مع بعض ناخد كده مثال على البروجكت سكادولينج او جدولة المشروع، وخلي بالكم افتكروا المصطلح ده كويس قوي، لان ان شاء الله في شابتر 6 اخر شابتر معانا ان شاء الله هناخده بالتفصيل، ونشوف ازاي لو انت عندك او عندك مشروع تبدأ تعمله جدولة، وتشوف كل نشاط في المشروع المفروض تبدأ بيه امتى وينتهي امتى وهكذا، هناخده بالتفصيل مع حالات تطبيقية. بس تعالوا مع بعض نشوف مثال بالشكل ده. هنا ده مثال على شركة بناء، يعني شركة متخصصة في مجال العقارات والبناء. هنا المفروض ان هي هتعمل مجمع سكني من تقريبا 250 وحدة. هيتكون المشروع زي ما ذكرنا كده من يعني مئات من الأنشطة، طبعا 250 وحدة، وهبني المشروع ده، فبالتالي عندي أنشطة كتيرة جدا زي الحفر والتقطير والأسلاك والتخصيص واللوحات والمناظر الطبيعية، أكتر من كده بكتير جدا. المشروع طبعا هيتضمن أنشطة كتيرة، فعشان كده يجب أن تتم بعض الأنشطة بشكل متتابع. يعني إيه بشكل متتابع؟ يعني مثلا أنا ما ينفعش أعمل الدهانات قبل ما أبني الأول، وقبل ما أحط الكهرباء، وقبل ما أعمل الحاجات دي وأعمل يعني الخرسانة بتاعتي وأبني وأحط الكهرباء، سلوك الكهرباء وأمحر، ويقول لي أنا هبدأ دهانات، طب أنا هجيب بتاع الدهان يدهن إزاي ومفيش لسه حيطان؟ ففي حاجات بتكون بشكل متتابع، يعني خطوة ورا التانية ممكن نقوم بيها. فهنا بنقول ان يجب ان تتم بعض الانشطة بشكل متتابع، ويمكن القيام بها في وقت واحد، وفي انشطة تانية ممكن اقوم بيها مع بعض. يعني ممكن زي ما بتاع الكهرباء شغال، واحد تاني يشتغل في نشاط تاني، الاتنين مش هيأثروا مع بعض، تمام؟ كمان يمكن اكمال بعض الانشطة بشكل اسرع من المعتاد، عن طريق ان انا ازود لاما ماتيريال مواد خام، او اضيف عمال، او ازود معدات والات عندي. هو هنا بيسألني بعد ما اداني الداتا دي للمشروع، بيقول لي انا عندي مشروع مثلا ان انا هبني مجمع سكني مكون من 250 وحدة و الى اخره، بيقول لي في النهاية what is the best schedule for the activities and for which activities should additional resources be purchased. يعني ايه افضل جدول للانشطة، ولأي انشطة ممكن اشتري او يجب شراء مواد اضافية. زي ما ذكرت لكم في السلايد اللي فات احنا كنا بناخد مثال، بس طبعا يعني عشان احل مثال زي ده لسه في داتا مش متوفرة، وفي لسه طريقة للحل هنعرفها زي ما قلت لكم، ده ان شاء الله في شابتر 6 هنبدأ نتعلم جدولة المشاريع. بس انا حبينا هنا نعرض لكم امثلة من امثلة الموديل ديفلوبمنت، تمام؟ تعالوا هنا مع بعض بنسأل سؤال، ازاي نستخدم علم الادارة لحل المشكلات؟ حل المشكلات، فاكرين كلمة management science لما جينا اتكلمنا في اول سلايد خالص، وقلنا ان الـ QM او الـ quantitative method ممكن يكون ليها اكتر من مصطلح تاني زي بالظبط علم الادارة management science. فهنا بيقول لي how could management science be used to solve this problem، ازاي استخدم علم الادارة لحل المشكلات. فهنا بنقول ان ممكن ان يوفر علم الادارة منهج كمي منظم، منهج كمي منظم quantitative approach، تمام؟ عشان أحدد الحد الأدنى لوقت إنجاز المشروع، أقل وقت minimum project عشان أعمل له completion أخلص الوقت بتاعه، تمام؟ يبقى هنا مرة تانية بنقول يمكن أن يوفر علم الإدارة منهج كمي لتحديد الحد الأدنى لوقت إنجاز المشروع، استناداً لإيه؟ استناداً للأوقات العادية للأنشطة، ثم بناء على أوقات الأنشطة اللي هي معجلة بعجلها، تمام؟ فهنا كنا بنقول إزاي بقدر أستخدم علم الإدارة لحل هذه المشكلات. طيب سؤال تاني، هنا بنسأل إيه هي بقى الـ uncontrollable inputs، إيه هي بقى المدخلات اللي أنا مقدرش أسيطر عليها ومقدرش أتحكم فيها؟ أول حاجة معانا اللي هي أوقات استكمال النشاط العادي والمعجل،
الاوقات اللي انا هبدا احدد فيها استكمل فيها النشاط العادي طبيعه الحال اللي هو طبيعي جدا، او اللي انا هستعجل فيه. كمان تكاليف تسريع النشاط الكوستس بتاعتي، طيب هتكلفني قد ايه عشان اجيب عمال زياده او اجيب ماتيريال زياده او الى اخره، هتكلفني قد ايه تكاليف تسريع النشاط. الاموال المتاحه للتعجيل رقم 3، الاموال المتاحه الفاندس اللي عندي التمويل، هل انا عندي فاند او يعني تمويل كافي اقدر اغطي بيه اللي انا عايزه اسرع الامور دي في النشاط ولا لا. اخر حاجه علاقات الاسبقيه للانشطه، وزي ما قلت لكم انا في بعض الانشطه ممكن اعملها مع بعض، وفي انشطه لا ما ينفعش، لازم النشاط ده يقوم قبل النشاط اللي بعده، يعني بتاع السيراميك والارضيات ما ينفعش ابدا يعمل غير لما كل الكهرباء تخلص وكل حاجه، عشان لو في حاجه تيجي في الارضيات من تحت ما ينفعش استعجل واحط نشاط قبل نشاط ويتعارضوا مع بعض، هضطر ان انا اهد الارضيات مره تانية عشان ادخل مثلا مواسير كهرباء او ميه او الى اخره. تمام، فهنا بنقول على علاقات الاسبقيه للانشطه، مره تانية بنقول هنا في السلايد ده ايه اللي بيحصل عندي او ايه هي الـ uncontrollable inputs، ايه هي المدخلات اللي يمكن لا يمكن السيطرة عليها. اول حاجة اوقات استكمال النشاط العادي والمعجل، تاني حاجة اللي هي طبعا يعني ما اعرفش الوقت النهائي امتى هيخلص امتى، رقم 2 تكاليف تسريع النشاط، 3 الاموال المتاحة للتعجيل، 4 علاقات الاسبقية للانشطة لو في عندي اي تعرضات. طيب هنا بيسألني برضو، ويمكن السلايد ده أساسي معانا في شابتر 2، يعني decision variables, objective function, constraint، التلاتة دول لازم معانا في شابتر 2 من أول سلايد لآخر سلايد، وفي كل جزئية هناخدها في شابتر 2 بإذن الله. فهنا بيسألني what would be the decision variables of the mathematical model، يعني ماذا ستكون متغيرات القرار للنموذج الرياضي، والobjective function والكونسترانت الهدف والكونسترانت اللي هي القيود. خلينا نعرف مع بعض كل مصطلح، وزي ما قلت تاني ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل في شابتر 2. الديسيشن فاريبلز او متغيرات القرار، هنا بيقول لي يعني الانشطه اللي يجب التعجيل بيها، ايه هي الانشطه اللي انا هعجل بيها، مقدارها قد ايه، تمام، هاو ماتش، وامتى هيبدا كل نشاط، وين تو ستارت ايتش اكتيفيتي. طيب وظيفة القيود أو يعني القيود الفانكشن بتاعت الأوبجكتيف فانكشن، minimize project completion time، يعني تقليل الوقت عشان أنجز المشروع، طبعا ده الهدف بتاعي، الهدف الرئيسي إن أنا أقلل الوقت عشان أقلل وقت المشروع أسلم في الميعاد أو قبل الميعاد، وطبعا هقلل التكاليف. الكونسترانت اللي هي القيود بقى، وهي دي اللي هنبدأ ناخدها في أو هنعملها إحنا بإيدينا في التطبيقات اللي هناخدها في شابتر 2. القيود هنا في القيود بيقول لي يعني لا تنتهك اي علاقات اسبقية النشاط، يعني ما بتعداش اي نشاط، زي ما ذكرت لكم مفيش نشاط يجي قبل التاني ويكون فيهم تعارض ما بين بعض. كمان لا تعجل بما يزيد عن الاموال المتاحة، يعني ما تقولش بقى هجيب عمال كتير وهجيب ماتيريالز كتير عشان اقلل الوقت وازود يعني واخلص قبل الوقت النهائي، وتلاقي نفسك انت تعديت الميزانية بتاعتك، طب انا معيش لكل اغطي كل الفلوس دي. فكمان ما تعجلش بما يزيد عن الفند او الاموال الافاليبل بالنسبه لك او متاحه ليك. بنرجع مره تانية للتفرقه ما بين المصطلحين اللي قلت لكم من شويه ان هم مهمين جدا جدا، ودايما دايما بنسال عليهم كده في الام سي كيو، الفرق ما بين الستوكاست والديترمينستك. يعني بيقول لي هنا هل النموذج ديترمينستك ولا ستوكاست، يعني هل النموذج حتمي ولا عشوائي. تعالوا نشوف مع بعض اول نموذج اللي هو بنقول عليه عشوائي ستوكاستيك. بنقول هنا ان اوقات اتمام النشاط سواء كان عادي او معجل، سواء كان نورمال او بستعجل، تمام، غير مؤكده وقابله للتغيير، يعني مفيش حاجه مؤكده تقول لي ان انا هخلص في الوقت الفلاني، ان انا اليوم الفلاني هقدر اخلص كل حاجه، ده كله بيبقى خطط مفيش حاجه مؤكده فيها. كمان الكاست بتاعت تكاليف التعجيل بالنشاط برضو غير مؤكدة، يعني مثلا انا ناوية اشتري وليكن رمل او اسمنت او الى اخره عشان عملية البناء مثلا المشروع بتاعي بقيمة قد كده، جيت بعدها باسبوع عشان فعلا اشتري لقيت الاسعار زادت، فانا مفيش حاجة مؤكدة ان الاسعار ثابتة، فبالتالي الكاست بتاعتي بتاعت التعجيل في النشاط غير مؤكدة.
وقد يتغير عدد الأنشطة، يعني ممكن عدد الأنشطة اللي أنا كنت حاطة عدد أنشطة وليكن 10، ممكن لما أجي التنفيذ الفعلي ألاقيها بقت 15، ألاقيها بقت أكتر من العدد اللي أنا كنت حاطاه في خطتي. كمان علاقات الأسبقية الخاصة بها قبل اكتمال المشروع بسبب إيه؟ تغيير تصميم المشروع. يبقى مرة تانية بنتكلم على الستوكاستيك، وياريت نسجل مع بعض يعني النقاط دي اللي هي العشوائية. بنقول هنا إن أوقات إتمام النشاط سواء العادي أو المعجل بتكون غير مؤكدة وقابلة للتغيير، فدي أهم نقطة عندي هنا، إن هي بنقول عليها uncertain، uncertain غير مؤكدة. كمان هنا تكاليف التعجيل بالنشاط بنقول عليها برضو غير مؤكدة، تكاليف التعجيل بالنشاط كمان غير مؤكدة، وقد يتغير عدد الأنشطة وعلاقات الأسبقية الخاصة بها قبل اكتمال المشروع بسبب مثلا لو غيرت حاجة في الديزاين تصميم المشروع. طيب هل ممكن تقترح بعض الافتراضات اللي ممكن من خلالها أبسط النموذج؟ يعني إيه؟ يعني مثلا بيقول لك خلي النموذج يكون حتمي deterministic، make the model deterministic. طب إزاي أخليه حتمي ومؤكد وكل حاجة تبقى واضحة فيه؟ طيب قال لي أول نقطة، افترض إن أوقات النشاط العادية أو المعجلة معروفة ومتأكدة، يعني متيقنة بيها على وجه اليقين وثابتة، يعني هفترض إن هي constant ثابتة. طيب إيه كمان؟ قال لي كمان أفترض إن افتراض إن الافتراض نفسه، يعني بفترض إن الافتراض هنا عندي نفسه بشأن المدخلات العشوائية الأخرى التي لا يمكن التحكم فيها، إنها تكون uncontrollable inputs. يبقى مرة افترض ان هي عندي هنا اوقات النشاط وسواء عادية او معجلة انا عارفاها وconstant. كمان هفترض هنا ان المدخلات الانبوتس بتاعتي، تمام، اللي هي المدخلات اللي هي stochastic اللي هي العشوائية uncontrollable inputs. يبقى مرة تانية بنقول هنا امتى اخلي النموذج بتاعي يكون بشكل بسيط، يعني اخلي النموذج بمعنى اصح يكون deterministic، يعني يكون حتمي. اول حاجة بخلي هنا عندي أوقات النشاط سواء كانت عادية أو معجلة تكون constant. كمان بخلي هنا بفترض، أو يعني بفترض إن المدخلات العشوائية اللي هي الستوكاست تكون عندي هنا uncontrollable inputs اللي هي بنقول عليها إن مدخلات لا يمكن التحكم فيها. مهم قوي كمان السلايد ده. تعالوا نتكلم هنا بقى على عملية تحليل الكمي quantitative analysis process، وبنتكلم هنا على data preparation إعداد البيانات. بنقول هنا إن عملية إعداد البيانات يعني مش خطوة الناس ممكن تفتكر أنا هعد بيانات ده خطوة سهلة، ده واحد متخصص في إعداد البيانات، استحالة إنها تكون خطوة بسيطة أو تافهة، أو يعني في منظور البعض كده يقول عليها دي ملهاش لازمة أو بسيطة قوي. لا، دي خطوة مهمة جدا جدا. فإعداد البيانات مش خطوة بسيطة أو تافهة، هي خطوة يعني نظرا للوقت المطلوب وإمكانية حدوث أخطاء في جمع البيانات، لأن جمع البيانات دي على أساسها بيتم كل حاجة، بيتم في النهاية كل البروسيس وفي النهاية اتخاذ القرار، تمام؟ فمثلا بنقول هنا إن أنا عندي نموذج مع 50 متغير قرار و25 قيد constraint، يمكن أن يكون أكثر من 1300 عنصر بيانات. يعني تخيلوا بيقول لك ممكن يبقى عندي نموذج في 50 متغير و25 قيد، ممكن أنا أخرج منه أكتر من 1300 عنصر. فكمان بيقول إن في كثير من الأحيان هناك حاجة إلى قاعدة بيانات كبيرة إلى حد ما، يعني بيقول لي دايما بحتاج إلى large database if needed، بحتاج دايما لقاعدة بيانات كبيرة عشان أقدر أطلع يعني result مظبوطة. ودول كمان يعني الناس اللي بتشتغل في البحث العلمي بيعرفوا النقطة دي كويس قوي، لما بيجوا يعملوا نماذج إحصائية كل ما كانت الداتا بتاعتهم كبيرة وواسعة وعدد كبير وسلسلة كبيرة كل ما النتائج تكون أفضل. كمان بيقول لي هنا الانفورميشن سيستم، يعني قد تكون هناك حاجة المتخصص نظم معلومات، يعني ممكن أحيانا أنا بحتاج هنا في عملية إعداد البيانات الداتا بريبريشن أنا أحتاج شخص متخصص في information system أو في نظم المعلومات. ما زلنا بنتكلم على عملية تحليل الكمي، وبنتكلم هنا على model solution أو الحل النموذجي، وزي ما قلت لكم في شابتر 2 هنبدأ نطلب منكم كده تقولوا لي إيه هو الحل النموذجي. فيعني إيه حل نموذجي؟ بنقول هنا إن بيتضمن تحديد قيم المتغيرات، لازم أبقى عارفة الـ value،
للديسيشن فاريبلز اللي بتوفر النتائج الافضل للنموذج، يعني best result او best للموديل بتاعي. كمان هو نهج واحد تجربة او خطأ، يعني اما صح او غلط. انا هنا بجرب، اولا ده تجربة الموديل بجرب هنا، فهو نهج واحد هو التجربة والخطأ. كمان قد لا توفر افضل حل، يعني مش شرط ده يكون the best solution. ايضا بنقول ان هو inefficient غير فعال، لان العديد من الحسابات بقى المطلوبة فيه. كذلك قد تم تطوير اجراءات الحل الخاصة لنماذج رياضية محددة، قد تم تطوير اجراءات الحل الخاصة لنماذج رياضية محددة. وكمان بنقول هنا عندي some small models problems can be solved by hand calculation، يعني في عندي بتبقى نماذج بسيطة وصغيرة ممكن احلها بعمليات حسابية باليد بايدي، مش احتاج فيها برامج على الكمبيوتر ولا باستخدام الالات الحاسبة او شيء. كذلك هنا بيتطلب معظم التطبيقات العملية استخدام الكمبيوتر، معظمها فعلا بيتم استخدامها عن طريق الكمبيوتر. هنا كنا بنتكلم على Model Solution. ما زلنا أيضا في Quantitative Analysis Process، عملية التحليل الكمي. بنتكلم هنا في نقطة رقم 4 على تقرير الجيل Generation. فهنا بنقول ان يجب اعداد تقرير اداري بناء على نتائج النموذج. طبيعي بعد ما عملت النموذج وطلع عندي ريزلت لازم اقدم ريبورت عليه. كمان يجب فهم التقرير، لازم ابقى فهماه understood easily بشكل سهل وبسيط من قبل صانع القرار، لازم الديسيشن ميكر يقدر يفهمه بشكل بسيط. كمان هنا بنقول ان يجب ان يتضمن التقرير على، يجب ان يتضمن التقرير على أول حاجة recommended decision اللي هو القرار الموصي بي، يعني أنا حطيت الريزلت ما حطهاش في التقرير وخلاص وأسكت، لازم أوصي باتخاذ قرار إيه، يعني بناء على هذه النتائج وعلى استخدام هذا الموديل أنا في النهاية بوصي باتخاذ أي قرار. كمان هنا بنقول معلومات أخرى ذات صلة حول النتائج، زي مثلا مدى حساسية حل النموذج للافتراضات، البيانات المستخدمة في النموذج. تعالوا مع بعض نبدأ نشوف كده معانا أول مثال رقمي في الشابتر 1، وهو دي الأمثلة بقى أول تطبيق عملي معانا في شابتر 1. وزي ما قلت لكم في تطبيقات أخرى بإذن الله هتلاقوها في فيديوهات منفصلة على كل شابتر على حدة، يعني مثلا شابتر 1 هتلاقي أهم تطبيقات عليه هو البريك إيفن بوينت، فدي هتلاقوا ليها أكتر من تقريبا 2 فيديو، ممكن يعني أزود لكم فيديو كمان عليه، 2 فيديو على 2 مثال تطبيقي على تحديد البريك ايفن بوينت وتحديدها، هتلاقوه في فيديوهات منفصلة على القناة. فتعالوا مع بعض نشوف اول مثال معانا هنا بيتكلم عن ايه. هنا معايا الشركة دي اسمها بي دي سي، شركة بي دي سي. الشركة دي متخصصة هي سمول ريل استيت، مطورة في مجال العقارات. الشركة دي ليها 7 بيرمنت امبلوي، 7 يعني عاملين موجودين معاها. بيقول لي دول دي مرتباتها، مرتباتهم الشهرية، تمام. في عندي الرئيس، في عندي نائب الرئيس، في عندي اللي هو المسؤول عن الماركتينج، عن المسؤول عن البروجكت مانجر، الاوفيس مانجر والى اخره. دي المهم عندي 7 موظفين اللي موجودين في شركة بي دي سي، دي السالاريز بتاعتهم، تمام. احنا هنعرف بعد كده السالاريز دي احنا بنستخدمها في ايه، ولازم ابقى عارف بالظبط دي تبقى متغيرات ايه. ناخد بالنا بس من كل كلمة هنقولها في المثال ده، لان المثال بيبقى قدامنا وانت كل اللي عليك، يعني اهم نقطة انت بتعملها في حلك للسؤال انك تستخرج الداتا. طالما استخرجت الداتا مظبوطة او البيانات مظبوطة، ان شاء الله طريقة الحل سهلة وبسيطة ومفيهاش اي مشكلة خالص، تمام. لان طبعا كلنا درسنا بيزنس فعارفين بعض الحاجات اللي انا هقولها بعد شويه. خلينا بس نكمل معطيات البيان. فاول معطى مديهولي هو قيمه السالاريز بتاعه العمال كلهم، ممكن طبعا اجمعهم عشان ابقى عارف كل العمال بياخدوا قد ايه، الامبلوي اللي عندي. طيب بيقول لي كمان ايه، بيقول لي ان شركه بي دي سي بتاجر ليسز مبنى بيلدينج بكام، المبنى ده بتاجره بكام. قال لي بتاجره ب $2000 كل شهر. طيب كويس، برضو دي معلومة لازم نكتبها على جنب كده، ويبقى نبدأ نكتب. أول حاجة اكتبوا لي حجم السالاريز اللي عندي الشهرية كام، اجمعوها ونشوف بكام. بعد كده البيان التاني
عندي هو إيجار المبنى أو المكتب اللي هم شغالين فيه 2000 دولار، يبقى ده البيان رقم 2 نسجل عندنا في الدفتر. طيب بعد كده بيقول لي the cost of supplies و utilities و إلى آخره، كل الحاجات دي التكاليف بتاعتها كام في الشهر؟ 3000 دولار. 3000 دولار، تمام أوكي. نكمل مع بعض. طب الشركة كل ده، احنا كل ده تكاليف، تكاليف أجور، تكاليف إيجار مبنى، تكاليف معدات وأدوات و إلى آخره، كل دي تكاليف. بعد كده قال لي إيه؟ قال لي والله أنا شركة بي دي سي بتبني فقط ستايل واحد للهاوسز، للبيوت في في الفالي دي أو في المدينة أو في القرية دي أو المنطقة دي. بيقول لي هنا إن اللاند فور إيتش هاوس بتكلفه، هو بتكلفه فور بير يونت، خلي بالكو ال 55000 دولار دي بير يونت للوحدة الواحدة، عشان يبني بيت واحد، نموذج واحد من النماذج اللي عنده، بتكلفه هو الكاستس اللي عليه 55000. طيب ايه كمان بيكلفه بقى؟ ايه؟ اخشاب، سبلايز والى اخره، تشغيل اخر، بيكلفه للبيت 28000. طيب برضو دي لليونت الواحدة. بعد كده بيقول لي total labor costs are figured، محسوبة اللي هي تكاليف العمال محسوبة ب 20000 للبيت، تكاليف العمال للبيت الواحد بيكلفه 20000. The one، طب امال اللي فوق كان ايه؟ لا دول مش عمال، دول اللي فوق دول اللي هم الامبلويي الموظفين، اللي هم 7 موظفين الثابتين عندي، دول ثابتين، يعني خدت المشروع ده خدت مشروع تاني دول شغالين معايا، انما العمال لما بجيبهم ممكن يتغيروا من مشروع لاخر، تمام؟ فتكلفة العمال في المشروع او في البيت الواحد بيكلفوا 20000. The one sale بعد كده representative of BDC بتدفع كوميشن قد ايه؟ بتدفع كوميشن 2000 on the sale of each house، للبيت الواحد بتدفع كوميشن للبيت الواحد 2000 دولار. وسعر البيع للبيت، يعني كل اللي احنا شفناه ده تكاليف وتكاليف، وهنفرق دلوقتي بين الفيكسد كوست والفاريبل كوست، التكاليف الثابته والتكاليف المتغيره. في النهايه بقى بيقول لي انا بيدخل في جيبي كام، يعني سعر بيع السلعه او اللي هي الهاوس، هنا طبعا دي السلعه بالنسبه لي، بيكون ب 115000 دولار. يبقى مرة تانية the selling price اللي هو سعر بيع البيت بيكون 115000 دولار. في البداية بس قبل ما نبدأ كده نشوف المسألة بتاعتنا ونبدأ نستخرج، زي ما قلت لكم الأهم فيها استخراج البيانات، وإن احنا نفرق ما بين ده يعتبر كوست شكلها ايه، فيكسد ولا فاريبل، ان هيختلف معانا. خلينا بس نفتكر مع بعض كده، وطبعا كلنا عارفين المعلومات دي لان درسنا كلنا بيزنس. نفتكر ان الارباح عباره عن ايه، الارباح البروفيت عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال ريفينيو، توتال ريفينيو نكتب كده مع بعض، البروفيت عباره عن توتال ريفينيو ماينس توتال كوست. مره ثانيه الباي اللي هي خاصه بالبروفيت، الارباح عباره عن توتال ريفينيو ماينس توتال كوست، يعني الأرباح عبارة عن إجمالي الإيراد ناقص إجمالي التكاليف، تمام؟ يبقى أنا هنا محتاجة أطلع عندي الـ Total Revenue والـ Total Cost. يبقى طبعاً أنا بطلعها ليه؟ عشان أقدر في النهاية في حاجة اسمها الـ Break Even Point، نقطة التعادل اللي أنا عايزة أطلعها في النهاية وأبدأ أحددها، تمام؟ لو انا عندي التوتال ريفينيو ايكوال توتال كوست، يعني اجمالي الايراد طلع بيساوي اجمالي التكاليف، يعني معنى كده ان انا ما حققتش ولا ربح ولا خساره، تمام؟ اللي هو يعني الباي ايكوال زيرو، ساعتها ان الارباح هتكون ايكوال زيرو. طيب انا هنا محتاجه بقى ابدا اعرف عندي البيانات اللي موجوده عندي، قلنا اكتر من بيان في السلايد اللي فات، وابدا احدد عندي الفيكسد عندي ايه. هي الحاجات الفيكسد، لو نيجي نشوف كده نشوف ايه الحاجات الفيكسد. الحاجات الفيكسد اللي هي خاصة بالمشروع نفسه، دي حاجات ثابتة، وكمان اللي خاصة بالشركة زي ايه؟ زي اجور العاملين، تأجير المعدات، تأجير المبنى. تعالوا بقى مع بعض نشوف دلوقتي ازاي نبدأ نحدد مع بعض المارجنال كوست والمارجنال ريفينيو للبيت. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان المانثلي سالاريز توتال 35000 دولار، زي ما قلت لكم اجمعوا كل اجور السبع موظفين اللي كانوا موجودين في السلايد اللي سابق، لو جمعناهم هنلاقيهم 35000 دولار.
كمان بيقول لي ان المانثلي اوفيس ليز اللي هو ايجار المبنى وتكاليف السبلاي كل الماتيريال بتاعتي عندي بكام؟ هنلاقيهم كان 2000 للايجار و3000 للمعدات، يعني ب 5000. يبقى معنى كده دلوقتي انا معايا ايه؟ معايا اول حاجه اجور الموظفين، الموظفين اللي هم 7 موظفين 35000 دولار، لما جمعتهم طلعوا 35000 دولار. معايا ايجار المبنى اللي انا باجره عشان ابدا اشتغل من خلاله والموظفين قاعدين فيه، والمعدات اللي انا بستخدمها كل شهر كلهم هيبقوا ب 5000 دولار. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي 40000 دولار، دول اللي هم المانثلي فيكسد كوست، يعني اللي هم عباره عن ال 35000 وال 5000، دول 40000 التوتال بتاعهم، 35000 بلس 5000 5000 بلس 5000، لو نجمعهم هيبقى عندي 40000 دولار، دول اللي هي التكاليف الثابته. يبقى مره تانية زي ما قلت لكم، اهم شيء ان انا استخرج بياناتي واحددها تكاليف ثابته ولا تكاليف متغيره، تفرق في حلي في المساله. تمام؟ فانا عرفت دلوقتي ان ايجار الموظفين ده ثابت، ايجار المبنى ثابت، وكمان الايجار المعدات اللي بستخدمها كل شهر ده ثابت. التوتال بتاعهم كام؟ طلع 40000 دولار، فدول عندي الفيكسد كوست مانثلي اللي هم التكاليف الثابته الشهريه. طيب نكمل مع بعض، كان عندي بيانات اخرى. قال لي هنا ان التوتال كوست اوف لاند والماتيريالز والليبر والسيلز كوميشن بير هاوس طلع كله كام؟ جمعهم بقى كلهم اللي كانوا موجودين في الباراجراف اللي تحت، كلهم جمعهم طلعوا 105000. ده بيقول عليها المارجنال كوست فور هاوس، دي بنقول عليها المارجنال كوست فور هاوس اللي هي التكاليف الحديه للبيت. طيب سعر البيع كام؟ زي ما ذكر لنا كده بشكل مباشر في المسألة، سعر بيع الهاوس الواحد 115000، دي بنقول عليها المارجنال ريفينيو بير هاوس، المارجنال ريفينيو بير هاوس. تمام؟ في الشريحة اللي فاتت عرفنا مع بعض وفرقنا ما بين الفيكسد كوست وما بين الفاريبل كوست. يعني قلنا ان الفيكسد كوست عندي اللي هي يعتبر 40000 دولار، 40000 دولار اللي هي التكاليف الثابته. تمام؟ دي اللي قلنا عليها المانثلي فيكسد كوست 40000 دولار. بعد كده فرقنا ما بين حاجتين اللي هي المارجنال كوست والمارجنال ريفينيو. المارجنال كوست اللي هي يعتبر الفاريبل كوست، الفاريبل كوست طلعت بقيمه 105000 دولار، دي اللي احنا قلنا عليها المارجنال كوست او اللي بنقول عليها الفاريبل كوست، التكاليف المتغيره. وبعد كده قلنا ان سعر بيع الوحده طلع 115000، فده اللي قلنا عليها المارجنال ريفينيو، المارجنال ريفينيو. هنا بيبدا يقول لي بقى اعملي لي فانكشن، اعمل لي فانكشن، رايت ذا مانثلي كوست فانكشن، اعمل لي دالة التكاليف شهريه بتوضح فيها الريفينيو فانكشن وبتوضح فيها البروفيت فانكشن، بتوضح فيها كل حاجه والكوست فانكشن كله، فاكتب لي بقى الدالة اللي بتحتوي على ده. اول حاجة بنقول عندي هنا الكوست، اول دالة معانا اللي هي الكوست. الكوست عبارة عن ايه؟ عندي نوعين من الكوست، طبعا كلنا عارفين انواع الكوستس اللي هي التكاليف. في عندي تكاليف variable، variable متغيرة، وفي تكاليف fixed، fixed ثابتة. فالكوست عندي هي عبارة عن equal variable cost، variable cost اللي هي التكاليف المتغيرة plus fixed cost، بلس فيكسد كوست. طبعا فانكشن كلنا عارفينها، فعشان كده بقول لكم الاساس في حل يعني البيانات دي او حل التطبيقات دي او المسائل دي هو استخراجك للبيانات، وتبدا تعرف وتعرف الفرق بين الفيكسد والفاريبل وهكذا. انما كفانكشن كلنا عارفينها ان الكوست ايكوال فاريبل كوست بلس فيكسد كوست، تكاليف متغيره بلس تكاليف ثابته. طيب التكاليف المتغيره نرجع كده تاني ونشوف كانت جمعناها كام؟ جمعناها ب 105000 دولار. طب والتكاليف الثابته اللي احنا قلنا عليها اللي هي عباره عن ايجار الموظفين السبعه وايجار المكان والمعدات كلهم طلعوا زي ما شفنا في الشريحه السابقه 40000 دولار. يبقى مره ثانيه عندي الفانكشن الخاصه بالكوستس اللي هي عباره عن الفاريبل كوست ايكوال عفوا بلس فيكسد كوست اللي هي عباره عن 105000 دولار بلس 40000 دولار. بس احنا بنسيب الفانكشن كما هي، ولا بنعمل جمع ولا طرح ولا اي حاجه، حط الفانكشن كما هي. بعد كده هبدا اتكلم على الريفينيو فانكشن اللي هي الايراد. انا الايراد كان عندي قد ايه؟ هو كان قايل لي عندي المارجنال ريفينيو
اللي احنا حددناها اللي هو سعر بيع الوحدة 115,000 دولار. فده بالنسبة لي هو الريفينيو فانكشن، بس مجرد ان احنا هنكتب 115,000 وطبعا علامة نحط اكس اللي هي عشان يعني نعرف ان دي فانكشن. بعد كده طالب مني البروفيت فانكشن، طالب مني البروفيت فانكشن اللي هي دالة الارباح. من شوية كنت بقول لكم تفتكروا كده مع بعض ان الارباح عبارة عن ايه؟ قلنا الارباح عبارة عن التوتال ريفينيو ماينس توتال كوست، بنحط الريفينيو الاول وبعد كده الكوست، محدش يعكس. فالبروفيت هنا الدالة بتاعت البروفيت عبارة عن الار اللي هي الريفينيو ماينس السي اللي هي الكوست. طيب الريفينيو طلعت عندي اللي هي الريفينيو عندي اللي هي 115,000 ماينس 40,000 اللي هي الكوست، تمام؟ نستكمل مع بعض مرة تانية. البروفيت عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا البروفيت عبارة عن التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست. نخلي تحت كل واحدة كده نحط البيان بتاعها، عشان هو هنا حاططها لي يعني بشكل نهائي اللي هي 10,000 اكس ماينس 40,000، فلازم نعرف دي جت منين، تمام؟ التوتال ريفينيو ننزلها كده على طول من اللي احنا واخدينها قبليها على طول اللي هي الار اكس. الار اكس هنا اللي هي التوتال ريفينيو عبارة عن 115,000 اكس، 115,000 اكس، تمام؟ ماينس عندي السي اكس اللي هي التوتال كوست، تمام؟ او التكاليف الكليه اللي هي عباره عن الفاريبل كوست بلس الفيكسد كوست. تعالوا ناخد الفانكشن بتاعتها كما هي من اول سطر، كنا واخدينه سي اكس عباره عن، يبقى هنقول ماينس السي اكس عباره عن نفتح قوس 105,000 اكس وننزل الاكس، خدوا بالكم الاكس ننزلها بلس 40,000، خدوا بالكم ال 40,000 بانها فيكسد كوست ملهاش اكس، تمام؟ فيبقى عندي هنا في ناحيه التوتال ريفينيو 115,000 اكس، والناحيه الثانيه في عندي 105,000 اكس. اوديها هناك واشوف الطرح بتاعها، يبقى 115,000 اكس ماينس 105,000 اكس هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 10,000 اكس، هيطلع لي 10,000 اكس ماينس ننزل ال 40,000 كما هي، يعني نعمل ماينس في موجب اللي هو بين قوسين اللي احنا حطيناه، هيبقى ماينس 40,000، عشان كده طلع لي في النهاية 10,000 اكس. حاول اكتبها لكم هنا بالشكل ده مرة تانية. هنا هناخد المعادلة بتاعتي اهي، ال ار اكس عبارة عن 115,000، عشان تكون واضحة ازاي جات ال 10,000 اكس. 115,000 اكس زي ما هي موجودة عندي هنا اهي الفانكشن بتاعتي، انزلها كما هي خلاص. طيب ماينس افتح قوس اهو ده الخاص بي الكوست، فانكشن الكوست اهي، انزلها برضو كما هي ماينس 105,000، هو ده اساس المسألة، فلازم نبقى عارفين جات ازاي. 105,000 اكس بلس، نزلي الإشارة أو نزل الإشارة كما هي، ما تنزعجش خالص، هنعرف نتعامل مع الإشارات بشكل بسيط. 40,000 هنا مفيش إكس. طيب أنا عندي هنا إكس وعندي هنا إكس، يبقى أطرحهم من بعض، 115,000 إكس ماينس 105,000 إكس يبقى 10,000 إكس. ما ننساش الإكس. طيب ماينس في بلس، سالب في موجب بإيه؟ بسالب، أيوة كده برافو عليكم، وأنزل ال 40,000 لأن هي بدون إكس، فدي طلعت عندي معادلة مين؟ معادلة الربح، معادلة البروفيت الربح، تمام بالشكل ده. يبقى عرفنا إزاي طلعت عندي ال 10,000 إكس، طبعا هنا عندي اللي هي البي إكس اللي هي معادلة الربح بالشكل ده، تمام كده واضحة؟ نيجي بقى للسؤال الأساسي اللي هيكون معانا في تطبيقات شابتر 1، وزي ما قلت لكم هتلاقوا عليه تقريبا 2 فيديو، ممكن أزود لكم فيديو كمان على إزاي نطلع البريك إيفن بوينت. فهنا بيسألني إيه هو هنا البريك إيفن بوينت، فلازم نتعلم نطلع البريك إيفن بوينت. كل اللي طلعناه سابقا إن إحنا استخرجنا البيانات وحددناها فيكسد كوست ولا فاريبل كوست، وحددنا الريفينيو وعملنا الفانكشن وطلعنا الفانكشن النهائيه بتاعت الارباح وعرفنا ازاي بنطلعها. هنا بيسالني بقى على البريك ايفن بوينت، وزي ما قلنا ان البريك ايفن بوينت هي ان تكون الباي او البروفيت ايكوال زيرو، ايكوال زيرو.
احنا قلنا من شويه ان معادله الارباح طلعت عندي كام؟ طلعت عندي 10000 اكس ماينس 40000، 10000 اكس ماينس 40000. كل اللي علينا هنا ان احنا نبدا نساويهم بالصفر، يعني نساوي المعادله اللي احنا طلعناها في اخر السلايد اللي فات نساويها بالصفر. فهنا هيكون عندي ال 10000 اكس بيساوي ال 40000. طيب انا عايزه اطلع الاكس لوحدها قيمتها كام، فهقسم ال 40000 على ال 10000، هيطلع عندي 4 houses. نحاول برضو نكتبها كده مع بعض ونحلها يدوي عشان نعرف ازاي جت المعادله بتاعتي اللي احنا طلعناها من شويه الخاصه بالباي او بالبروفيت. كانت عباره عن، لو نفتكر في اخر السلايد اللي فات، 10000 اكس، وعرفنا ازاي طلعناها، اكس ماينس 40000. تمام، اللي بنعمله ان احنا هنا بنساويها دي بيلز ايكوال زيرو، وبنقول عندي ان ال 10000 اكس ماينس 40000. فاللي بيحصل هنا بننزلها طبعا اهي، يعني كأن بنساوي الطرفين ببعض، كأن بنساوي الطرفين ببعض. ازاي؟ خلينا نكمل في الناحية دي. يعني كأننا بنقول ان العشر تلاف اكس ايكوال 40000. دي 40000 يا شباب. تمام، طيب انا عايزه اطلع بقى قيمه الاكس لوحدها كام، فهقول الاكس عباره عن ايكوال، بقسم ال 40000 على ال 10000، تمام، هيطلع عندي ان الاكس لوحدها هتطلع بأربعة، 4A 4 houses، لأن هنا الشركة بتبني بيوت، فهنا هتبقى بفور houses أو 4 house. تمام، بس كده. هو جايب لي هنا إيه في الأنسر؟ بيقول لي إن الـ RX equal CX بنسويهم ببعض الطرفين. أنا حبيت بس أوريكم يعني جت إزاي. فبيقول لي اللي هي 115000 إكس equal 105000 إكس بلس 40000. هو جابها من الأساس، يعني جاب ال RX، جاب المعادلة بتاعتها اللي هي 115000 X بتساوي ال CX اللي هي الفانكشن برضو اللي احنا كنا طلعناها للكوست، اللي هي 105000 X اللي هي بتاعت ال variable cost بلس 40000 X. تمام، ففي النهاية لما عمل الطرفين وسواهم وطلع المعادلة وطلع ال X، طبعا هو 105000 X دخل هنا، يعني هنا جابها هنا بإشارة مخالفة، فتبقى 115000 X ماينس 105000 X إيكوال 40000. فزي ما عملنا يبقى 10000 إكس إيكوال 40000، فطلعنا قيمة الإكس لوحدها طلعت بكام؟ طلعت بأربعة. تمام، عشان بس نبقى عارفين طريقة الحل جت إزاي. طب يبدأ يسألني هنا إيه؟ بيقول لي هنا What is the monthly profit if 12 houses per month are built and sold؟ إيه هي هتبقى عندي الأرباح الشهرية عندي لو 12 بيت في الشهر تم بنائهم وبيعهم، يعني بعت في الشهر وبنيت 12 بيت. فكل اللي انا هعمله، هعمل هنا، احنا كانت عندي البي اكس، صح؟ كانت البي اكس، البي اكس بتاعتي الارباح، داله الارباح، كانت عباره عن اهي، نكتبها هنا تاني عشان نفتكرها. كانت عندي البي اكس عباره عن 10000 اكس عشان نفتكر بس المعادلة الأساسية الفانكشن الأساسي ناقص 40000. فكل اللي أنا هعمله هشيل الإكس وأعوض عنها بـ 12 اللي هو مديهالي. كل اللي أنا هعمله هشيل الإكس وأعوض عنها بـ 12، يبقى الأرباح بتاعة الـ 12 شهر، تمام، عفوا 12 بيت، 12 بيت عبارة عن الـ 10000 في 12 ناقص الـ 40000 هتساوي 80000. لما هعمل 10000 في 12 ناقص 40000 هيطلع لي في النهاية الربح الشهري 80000 دولار. تمام كده، يعني أنا كل اللي عملته حطيت معادلة الأرباح
وعوضت بالاكس بالرقم اللي هو مديهوني اللي هو 12 منزل 12 بيت، تمام، وطلعت النتيجة بتاعتي طلعت لي 80,000 دولار. بعد كده الرسم البياني اللي بيوضح عندي تحليل البريك ايفن بوينت او نقطة التعادل. لو طلب مني رسم بياني فبوضح عندي هنا اكتر من خط. اول حاجة بوضح التوتال ريفينيو، التوتال ريفينيو اللي هو بيمثل عندي ال 115,000. خليني كده اجيب قلم عشان تبقى واضحة. التوتال ريفينيو عندي اللي هو بيمثل ال 115,000 اكس اللي هو اجمالي الايرادات. بعد كده عندي كمان بنوضح عندي الخط الخاص بالأرباح، الخط الخاص بالأرباح اللي هو والخط الخاص بالتوتال كوست. التوتال كوست عبارة عن 40,000 زائد 105,000 اكس، لازم كمان أوضحه، تمام. وأهم نقطة إن أنا بوضح له بقى البريك إيفن بوينت، البريك إيفن بوينت اللي هي أربع بيوت، فلازم دي أكون موضحاها كويس جدا على الشكل. يبقى لازم أوضح ثلاث حاجات، اول حاجة اللي هو total revenue، بعد كده بوضح total cost، وبوضح بعد كده break even point. طبعا هي النقاط اللي موجودة في الاسفل دي خسارة، يعني لو انا اقل من اربع بيوت، لو انا عملت اقل من اربع بيوت معنى كده ان انا خسرت. ليه؟ لان زي ما قلنا break even point هي عبارة عن ان التكاليف بتساوي عندي الارباح، التكاليف بتساوي الايرادات، بتساوي الايرادات، التكاليف اللي عندي ساوت الايرادات. فعندي امتى تكون التكاليف بتساوي الايرادات؟ لما بعمل اربع بيوت. طب لو عملت اقل من اربع بيوت، بنيت من اقل من اربع بيوت وبعت اقل من اربع بيوت، معنى كده ان انا هنا في عندي خسائر، لص في عندي هنا خسائر. طيب لو بنيت وبعت اكتر من الاربع بيوت فيبقى معنى كده ان انا عندي هنا ايه؟ ارباح. فالبريك ايفن بوينت هو نقطه التعادل ما بين التكاليف وما بين الايرادات، ما بين التكاليف وما بين الايرادات. لو حققت اقل منها، دي اللي احنا طلعناها، لو حققت اقل منها يبقى خسائر، لو حققت اكبر منها تكون ارباح. بكده نكون انتهينا الحمد لله من شرح شابتر 1. وزي ما قلت لكم مره ثانيه في تطبيقات تاني على البريك ايفن بوينت هتلاقوها في فيديوهات منفصله، حاولوا تشوفوا هذه الفيديوهات وتكتبوا المسائل وتحلوها معايا وبعد كده تحلوها لوحدكم. كده زي ما قلت لكم نكون خلصنا الحمد لله شابتر 1. زي ما قلنا في بدايه يعني المحاضره النهارده او في اللقاء النهارده ان احنا معانا 6 شابترز، فمتبقي معانا لسه 5 شابترز باذن الله. كل شابتر نبدا نشرحه على حده وبالتفصيل وبهدوء، وان شاء الله الامور تكون واضحه وميسره لحضراتكم. اتمنى تكونوا استفدتوا في محاضره اليوم، وان شاء الله التقيكم في لقاء اخر مع شرح شابتر 2. شكرا ليكم ولحسن استماعكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.